Мы обязательно добьемся успеха. Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах. Благодарю вас. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську ضربه تشكل ضغطا كبيرا على الجانب الاوكراني. حان الوقت يا زيلينسكي، سنقلب الطاولة على بوتين بهذا السلاح. نعم، الناتو يتحضر لإنهاء الحرب وألمانيا تطالبه بالتوقف، وفي الجانب الآخر بوتين يعلن نجاح خطته العسكرية، وبيلاروسيا تستعد لاشتباك عسكري مع أوكرانيا. فهل توسعت الحرب؟ والصداقة بين هذين الاثنين تغضب الغرب، وحفيد عثمان يتباهى بها، فيما صربيا تعلن بدء الحرب العالمية الثالثة. الناتو يستعد. سنحقق لك النصر، وسنرسل لك من السلاح ما يهزم بوتين ويقلب الطاولة على الروس. هكذا صرح بها أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، معتمدا على أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لتحقيق ذلك، ليخرج المستشار الألماني أولاف شولتز. إلى هنا وعليكم أن تتعقلوا، لا ينبغي أن تؤدي الضغوط إلى إصدار قرارات متعجلة تتعلق بالحرب والسلام هكذا ببساطة. وقال شولتز إن على الناتو ألا يصبح طرفا في المواجهة مع روسيا. إذن كيف تفسر كل ذلك الدعم لأوكرانيا؟ القائد الألماني ينوي تزويد زيلينسكي بدبابات ليوبارد، لكنه يتردد، فهو لا يريد الوقوع أمام فوهة المدفع الروسي. الكل يخشى ذلك، فبعد أن فضحت صحيفة ميرور نوايا بريطانيا بتزويد القوات الأوكرانية بمروحيات أباتشي، خرجت وزارة الدفاع البريطانية لنفي الأمر. الكل يبحث عن إمداد كييف بالسلاح ويتحاشى الاصطدام المباشر بالدب الروسي. لذلك أكل الثوم بفم الأوكران أفضل من مواجهة ستغير خارطة العالم. حقل تجارب. حتى الآن لم نهتز أو نجوع. هذا هو عنوان رسالة بوتين التي بعث بها من قناة روسيا ون. نعم، الرئيس الروسي صرح بأن نتائج العملية العسكرية إيجابية، وكل شيء يتطور كما خططت وزارة الدفاع وهيئة الأركان، وأنه ينتظر سعادة أكبر على يد المقاتلين. ليظهر جندي بوتين الوفي رمضان قديروف بتصريح أسعده بالفعل. قواتنا الشيشانية تحقق أهدافها في مناطق مسؤوليتها وتنفذ عمليات خاطفة ضد القوات الأوكرانية. هذه الحرب قد تمتد نيرانها إلى جيران روسيا، فالتوترات بين بيلاروسيا وأوكرانيا تتصاعد، ليعلن حلفاء بوتين استعدادهم لأي هجوم أوكراني عليهم. وفي الساحة الأوكرانية ستظل النار مشتعلة هذا العام، كيف لها وقد تحولت إلى حقل تجارب؟ فقد نشرت قناة CNN الأمريكية تقريرا يشير إلى أن الولايات المتحدة حولت أوكرانيا إلى مختبر لاختبار الأسلحة الغربية وقياس فعاليتها. غضب شعبي. من قلب دول الناتو تعلو الأصوات المطالبة بوقف الحرب خوفا من تضخم فاتورتها. العشرات في واشنطن خرجوا رافعين لافتات طالبت بوقف تمويل الحرب الأوكرانية الروسية وتحويل الأموال للخدمات الاجتماعية. والفرنسيون ليسوا أحسن حالا من غيرهم، وها هي المسيرات تملأ شوارع باريس بعنوان لا لتوريد الأسلحة لكييف وأخرجوا بلادنا من الناتو. فهل وصلت الرسالة لدى اللوع الإليزي؟ الصراع الروسي الأوكراني لم يخلق انفصاما لدى الدول فقط، بل وصل تأثيرها إلى الأشخاص. ها هو زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبيل يطالب بحل دبلوماسي في أوكرانيا، لكنه في نفس الوقت يدعم المساعدات العسكرية لكييف. الرجل يحتاج إلى طبيب نفسي قبل أن نراه يتظاهر في المساء ضد الدعم، وفي الصباح يطالب بإرسال الأسلحة.
آخر المستجدات. حفيد عثمان يستفز الغرب ويعلن أنه في الوقت الذي هاجم الجميع فيه روسيا، حافظت تركيا على علاقتها مع سيد الكرملين فلاديمير بوتين. وتعليقا على عرقلة تركيا لانضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو، قالت صحيفة واشنطن بوست إن المواجهة داخل الحلف بمثابة هدية للرئيس الروسي. عضوة مجلس الدوما الروسي أولغا كوفيتيدي: إن الولايات المتحدة تستفز الصين لخوض حرب معها بهدف السيطرة على منطقة أوراسيا. اعتبر وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش أن ما تشهده أوكرانيا في الوقت الراهن حرب عالمية ثالثة نظرا لتشابه أحداثها وتأثيرها على العالم. تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث خلالها زيارة تبون المزمعة إلى فرنسا. وبسبب موجة فيضانات عاتية، الرئيس الأمريكي بايدن يعلن ولاية ألاباما منطقة كوارث كبرى. الناتو يواصل إرسال مزيد من الدعم للرئيس الممثل، وبوتين مصر على تحقيق أهدافه، وبيلاروسيا تتواعد الأوكران، فكيف سينتهي كل ذلك؟